ده كيفن فايجي رئيس شركة مارفل. كيفن فايجي قعد سنة كاملة قبل نزور فيلم سبايدر مان نو واي هوم يحاول يمنع التسريبات والإشاعات والصور اللي بتتاخد من ان التلاتة دول هيطلعوا مع بعض في نفس الفيلم. حرفيا كان بيخلي الممثلين يكذبوا وبيقولوا انهم مش طالعين في فيلم سبايدر مان نو واي هوم عشان تبقى مفاجأة للناس في السينما. وفعلا كانت المفاجأة كبيرة جدا، والفيلم حقق اعلى ايرادات في سنته بمقدار 1,800,000,000. وده تركي آل الشيخ منتج فيلم اولاد رزق الجزء الثالث، واحد من اهم واكتر الافلام الاكشن اللي الناس متحمسه لها في مصر والوطن العربي. طلع امبارح ونزل لنا صوره كريم عبد العزيز اثناء تصوير ولاد رزق الجزء الثالث، حاجه عبثيه جدا وغريبه، حرق مفاجاه كبيره جدا كان المفروض نشوفها في السينمات. ومش عارف اسلوب الدعايه او الماركتنج تيم، فريق الدعايه اللي بمسك الصفحه دي، ازاي فكر ينزل صوره زي دي. وده بيخليني اسال سؤال واحد، ايه الفايده اللي هتعود لما تحرق شخصيه مهمه زي دي طالعه في واحد من اهم الافلام اللي الناس مستنياها؟ قول لي انت رايك في الكومنت.